لجماعة إلى وطن للجميع. خلال كلمته بمناسبة الذكرى 5 لثورة يناير، السيسي يؤكد أن مصر تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. لجنة التحفظ على أموال الأخوان تعلن العثور على مستندات ووثائق، وتؤكد قيام الجماعة الإرهابية بأخوذة أجهزة الدولة. بدعم من الطائرات الروسية، الجيش السوري يسيطر على آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في ريف اللاذقية. مقتل نحو 30 من عناصر الميليشيا الحوثية في اليمن، والبيت الأبيض يحث أطراف الجزاء على العودة إلى طاولة المفاوضات. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار، والبداية من القاهرة. مرحبا بكم. مرحبا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى 5 لثورة 25 من يناير أن تقييما منصفا موضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية. هذا يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، ومن حكم يعادي الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة. إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، من حكم يعادي الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة. هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا أنجزنا الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، مؤكدا أننا سنساند مجلس النواب وندعمه في إطار الاحترام الكامل للدستور. أبناء مصر الكرام، لقد أنجزنا معا الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، واكتمل البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر بانتخاب مجلس النواب الجديد. وأقول لنواب الشعب، مسؤوليتكم جسيمة ومرحلتنا تاريخية تقتضي منا جميعا أن نرتقي إلى عظم المهمة الوطنية الملقاة على عاتقنا، فأشرعوا في ممارسة مهامكم في الرقابة والتشريع ونحن معكم نساندكم وندعمكم ونوفر لكم مناخا إيجابيا وحرا في إطار من الاحترام الكامل للدستور. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نتحرك على جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية، ندشن وننفذ مشروعات تنموية ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعي احتياجات الشباب. إننا نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، ندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعي احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم في العيش الكريم. نعمل على تطوير العديد من المرافق الخدمية ونتصدى بفاعلية للعديد من المشكلات وفي مقدمتها توفير الطاقة والكهرباء، ونتفانى في مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن والنظام. لدينا إعلام حر وقضاء مستقل وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم. وأؤكد للجميع أن مصر اليوم ليست مصر الأمس، وإنما نحن نشيد معا
دولة مدنية حديثة متطورة تعلي قيم الديمقراطية والحرية وتواصل مسيرتها التنموية وبناءها الاقتصادي. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى شباب مصر قائلا إنه إذا كان الشعب المصري هو سلاح الوطن لمواجهة التحديات، وأكد أيضا أن الشباب هم ذخيرة ووقود عمله وأن كل ما تحرص الدولة على إنجازه هو لكم ولأبنائكم في المستقبل. وإلى شباب مصر أقول إذا كان الشعب المصري هو سلاح الوطن لمواجهة التحديات فأنتم ذخيرته ووقود عمله، وكل ما تحرص الدولة على إحرازه فإنما هو لكم ولأبنائكم في المستقبل. فأنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري وعامل رئيسي من عوامل تقدمه ونهوضه. وختاما أقول لن ينهض هذا البلد سوى بجهودكم أنتم يا أبناء مصر، بعملكم الجاد، بعقولكم المبدعة، وسواعدكم القوية. إن صدق النوايا يتعين أن يقترن بحسن العمل، فوطننا ينادي وحتما سنلبي جميعا النداء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور محمد، بعد التحية، الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم أن ثورة 25 من يناير أعادت إحياء قيم نبيلة افتقدناها لسنوات وأسست لمصر الجديدة. كيف تابعت هذه الكلمة وما هي الرسائل التي تضمنتها؟ يعني أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يحسم كثيرا من الجدل واللغط الذي يتم حول ثورة 25 يناير من قوى مختلفة ومن أفراد مختلفين داخل المجتمع المصري. الرئيس يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن 25 يناير ثورة حقيقية، وأن ثورة 25 يناير تحمل قيم النبيلة، تحمل قيم لاستقلال مصر، وتحمل قيم لمكافحة الفساد، وتحمل قيم لتحقيق الحرية الحقيقية، وتحمل قيم أيضا لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين. ويعني كلمة الرئيس اليوم كلمة مركزة للغاية، تتضمن يعني رسائل يعني مختلفة لكل أطياف المجتمع المصري. أكدت على مكافحة الإرهاب، أكدت على مشروع تنموي حقيقي يعتمد على المشروعات الكبرى إلى جانب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي سيعود أو يعني يرجع عائدها إلى الغالبية العظمى من الشعب المصري من الفقراء والكادحين والمهمشين. أيضا يعني أرسل رسالة واضحة إلى مجلس النواب بأن هذا المجلس تقع على عاتقه مهمة صعبة للغاية، وهي التشريع لمرحلة جديدة لإرساء قيم الحرية والعدالة. وأكد أيضا على أن مؤسسات الدولة اكتملت بالاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو البرلمان المصري. ويعني أعتقد أن الرئيس وضع الكرة الآن في ملعب النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم الجسام أمام الشعب، كما يتحمل الرئيس مسؤوليته أمام الشعب ويلتزم بكل ما يعني وعد به الشعب المصري من الدفاع عن الحريات وتحقيق تنمية حقيقية والدفاع عن مصالح الفقراء والكادحين، وأيضا دعم الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل. فكانت الكلمة مركزة وأرسل رسالة واضحة للشباب بأنهم هم ذخيرة
هذا الوطن وعائد عمليات التنموية التي تتم لابد أن تعود على الشباب وتكون بسواعد الشباب لهم ولأبنائهم في المستقبل. نعم الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. تحتفل مصر بالذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير عندما خرجت ملايين من الشعب المصري في كل أرجاء البلاد للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في صورة ستظل شاهدة على عظمة هذا الشعب. ومع حلول ذكرى هذا اليوم تسير مصر على خطى ثابتة على الطريق الصحيح حيث استكملت أركان نيتها السياسي والديمقراطي لتحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع من خلال اختيار دستور دائم ورئيس منتخب ومجلس نواب جديد. ثورة 25 من يناير المجيدة علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري، وفي الذكرى الخامسة لثورة يناير يتذكر المصريون أنها ثورة بيضاء حماها الجيش كما حمى موجتها الثالية في 30 من يونيو عام 2013 لتسطر صفحة جديدة تشهد على عظمة شعب لطالما طاق إلى الحرية والديمقراطية. انطلقت شعلة ثورة 25 من يناير عام 2011 بتدفق آلاف المواطنين إلى شوارع القاهرة في مظاهرات سلمية احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية. في 28 من يناير والذي عرف بجمعة الغضب خرجت مظاهرات شعبية هائلة متزامنة في عدد كبير من المدن المصرية، بينما احتضنت القاهرة الزخم الأكبر للمتظاهرين الذين تحركوا صوب ميدان التحرير والذي شهد مظاهرة مليونية ملأت جنباته وملأت الشوارع المحيطة، حيث عبر المتظاهرون عن مطالبهم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. شهد مساء جمعة الغضب انتشارا لأعمال السلب والنهب للعديد من المتاجر والمراكز التجارية وإشعال النيران في أقسام الشرطة بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى اقتحام وفتح السجون وتهريب المساجين. مضطر وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي إلى إصدار أمر بحظر التجول، كما تم نشر مدرعات الجيش في شوارع المدن للسيطرة على هذه الأوضاع. بعد ذلك وفي 29 من يناير ألقى الرئيس المخلوع حسني مبارك خطابه الأول والذي قام فيه بحل الحكومة وتعهد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، كما عين مدير المخابرات العامة أنذاك اللواء عمر سليمان نائبا له، وهي المرة الأولى التي يتم فيها شغل هذا المنصب منذ عام 1981. في 31 من يناير وعشية مسيرة مليونية ومع استمرار اعتصام المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة تم تشكيل حكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق، وأعلن عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له أن الحكومة بدأت في مناقشة الإصلاحات مع أحزاب المعارضة، كما وعد بخطط سيتم وضعها على وجه السرعة. في الأول من فبراير في عام 2011 أعلن مبارك في خطاب له أنه لن يترشح لولاية جديدة في سبتمبر من نفس العام، لكنه يخطط للبقاء في حكم البلاد حتى نهاية فترته الرئاسية، وإعلان قوبل بالرفض من قبل المتظاهرين في ميدان التحرير والذين تعهدوا باستمرار الاعتصام والتظاهر حتى رحيل مبارك عن منصبه. في 2 من فبراير وقعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك في ميدان التحرير، وتم خلالها استخدام الحجارة والقنابل الحارقة المولوتوف، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين، وهو ما عرف لاحقا بموقعة الجمل. بعد 18 يوما من ذلك ومن تواصل الاحتجاجات ضد نظام مبارك ومطالبته بالرحيل وانحياز الجيش إلى مطالب الشعب، صدر بيان من رئاسة الجمهورية في 11 من فبراير تلاه نائب الرئيس الأسبق عمر سليمان، أعلن خلاله التناحي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وتسليم إدارة شؤون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعث رئيس الوزراء شريف إسماعيل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير. وقد ثمن رئيس الوزراء جهود الرئيس السيسي في تعميق مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، معربا عن أمله في أن يستكمل الرئيس مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر من أجل بناء مستقبل مشرق وغد أفضل.
كما بعث أيضا رئيس الوزراء ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بمناسبة عيد الشرطة. وقد أشاد رئيس الوزراء بالدور الوطني والبطولي الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل، لافتا إلى أنهم يقدمون أرواحهم ودماءهم لتوفير المناخ الملائم لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر في شتى المجالات. قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وذلك للإطمئنان على مصابي الشرطة في العمليات الإرهابية الأخيرة. وقد اطمأن على حالتهم الصحية ومستوى الإصابات التي لحقت بهم. بنقدر تماما الجهود والتضحيات اللي بيقوم بها كل عناصر الشرطة. النهاردة أزورنا المصابين في حادث الهرم، إن شاء الله ربنا هيكرمهم يبقوا كويسين بإذن الله، إن شاء الله يرجعوا للخدمة مرة أخرى. وهي فترة بتمر بها البلاد، طبعا الإرهاب إحنا شايفينه، شايفين تأثيره وشايفين العمليات اللي بيقوم بها. يعني مواطنين مصريين بيخدموا وطنهم، ومواطنين أبرياء أيضا بيتعرضوا لمثل هذه الأحداث، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا، وإن شاء الله ربنا هيكرم شعب مصر كله، وبإذن الله تنتهي هذه الغمة من الإرهاب الأسود. ومصر دولة كبيرة ولها تاريخ، وحنمر هذه الأزمة وهذه الفترة بإذن الله على خير بفضل الناس الشرفاء والناس المحترمين وشباب مصر اللي احنا شفناه النهاردة، واللي دايما واقف في وجه الإرهاب وفي وجه كل من يحاول ان هو يعني يأثر سلبا على مصر وعلى مستقبلنا، مستقبل شعب مصر بإذن الله. وبتمنى للجميع إن شاء الله إن إحنا يبقى في شفاء عاجل للسادة اللي إحنا زورناهم من الضباط والجنود، وإن شاء الله يعني المرحلة اللي جاية تبقى أفضل وينتهي فيها هذا الإرهاب بفضل. أعلن اليوم المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أن تجاوزات الجماعة الإرهابية موثقة بالمستندات، مؤكدا أن ما تصدره اللجنة من قرارات هي قرارات قضائية وليست قرارات إدارية. وقد كشف المستشار خميس خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة عثرت على العديد من الوثائق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة، أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي. بعد استقصاء وبحث حول مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم، أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة عن أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر جماعة الإخوان أكدت أن الجماعة هي من كانت تدير الدولة، وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شؤون الحكم في ذلك التوقيت. مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة والحزب الحرية والعدالة في هذا التوقيت كانوا عبارة عن أربع وجوه لعملة واحدة. ده بيظهر من زي ما حضراتكم شفتوا العرض من خلال التكليفات والأوامر التي كانت تصدر من مكتب الإرشاد إلى الحكومة أو إلى مؤسسة الرئاسة. لفت عزت خميس إلى وجود مستند مقدم لرئيس الجمهورية يضم قرارات مهمة تم اتخاذها مثل إقالة المشير والفريق والقيادات الأخرى في المخابرات والحرس الجمهوري والداخلية وإلغاء الإعلان الدستوري، ويجب اتخاذ القرارات فورا قبل 6 أكتوبر. هذه القرارات بيقولوا يجب اتخاذها فورا وقبل 6 أكتوبر لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة. 1. إقالة النائب العام، تغيير قيادات الأمن الوطني، قرارات خاصة بالقضاء لإصلاح القضاء وتطهير القضاء. أضاف رئيس اللجنة بأن الوثائق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحا بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا. منذر أبو دوح، النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون العام بجامعة
حلوان. دكتور صلاح، بعد التحية، بالتأكيد تابعت المؤتمر الصحفي الخاص بلجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، هذا المؤتمر الذي كشف اليوم عن تجاوزات هذه الجماعة وموثقة بالمستندات وكيفية تعامل الجماعة مع ملفات عديدة، منها ملف القضاء، كذلك أيضا المستندات التي تؤكد وتثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة بتخص الأمن القومي خلال هذه الفترة. كيف رأيت ما خلص إليه هذا المؤتمر الخاص باللجنة؟ أولا، هذا المؤتمر الذي عقد اليوم كان نفاذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي حظرت جماعة أو جماعة الإخوان وجمعية الإخوان وكافة الجماعات والكيانات التي تنتمي إليها من أفراد وشركات وغيرها. وعلى هدي من هذا الحكم النهائي صدر قرار وزير العدل في عام 2013 بإنشاء هذه اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل لمتابعة وتنفيذ هذا الحكم. بالفعل، على ضوء قرار السيد وزير العدل، كانت هذه اللجنة تجتمع يومين في الأسبوع لحصر كافة الممتلكات سواء السائلة أو المنقولة أو العقارية أو أيضا الأموال. وبالفعل كما تحدث المستشار عزت خميس اليوم نفاذا لهذا الحكم، تحدث عن عدة محاور، سواء بالنسبة للأموال السائلة تحدث عن عدد قيمتها، بالنسبة للأموال العقارية والسائلة وأيضا الأراضي الزراعية وغيرها، وتحدث عن كيفية تفعيل هذا الحكم من خلال إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام نهائية باتة من محكمة الجنايات أو محاكم الجنايات التي يحاكم أمامها المتهمون من جماعة الإخوان والمنتمين إليهم. وفي حالة صدور هذه الأحكام أيضا بالمصادرة، سوف تؤول هذه الأموال جميعها إلى الشعب المصري. إذن هذه اللجنة تعمل على تنفيذ هذا الحكم، ولكن الجديد الذي عرضته اللجنة اليوم من خلال المستندات التي قدمت إليها من الجهات الأمنية، تلك المستندات التي كانت بحوزة جماعة الإخوان في مقرهم، مقر الحزب الحرية والعدالة أو مقر الجمعية، كانت تحوي بين طياتها أمور خطيرة جدا خاصة بالقضاء. وبالفعل كان الرئيس المعزول أثناء توليه حكم مصر كان يتحدث عن هذه المسألة، وبدأوا بالفعل في محاصرة المحكمة الدستورية العليا، طبعا تقليل أعداد المحكمة الدستورية مخالفة للدستور، وأيضا تحدثوا عن ما يسمى بتطهير القضاء وتقليل سن القضاء إلى 60 عاما بدلا من 70 عام كما هو موجود في قانون السلطة القضائية. أيضا تحدثت اللجنة عن هذه المستندات الخطيرة لكي تعلم الشعب المصري ما هي هذه الجماعة. من بين هذه المستندات تسريب بعض المستندات الهامة السرية للغاية من مؤسسة الرئاسة خارج البلاد. وقالت اللجنة وبحق أن هذه المستندات وما حوته من شخصيات عامة وغيرها سوف تحال إلى لجان التحقيق، هذا التحقيق هي النيابة العامة لكي تجري التحقيقات مع هؤلاء، وإذا ما ثبت وجود جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات سوف تقوم النيابة العامة بإحالتهم إلى هذه المحكمة أو إلى المحاكمات بشكل عام لكي تفصل فيها نفاذا لحكم الدستور. وأيضا هذه اللجنة كانت تعمل بحيادية وشفافية من خلال ما قدم إليها من مستندات وغيرها موثقة بالفعل. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا. نعم. دكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، على هذه المتابعة الوفية. مرحبا بحضراتكم من جديد. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم أن الوزير سامح شكري التقى مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن خلال زيارته الحالية إلى الأردن. نقل شكري إلى العاهل الأردني رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالأوضاع الإقليمية، وذلك في إطار التشاور السياسي المستمر بين البلدين. كما تناول اللقاء أيضا تقييم الأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، حيث نقل الوزير شكري رؤية مصر حول ضرورة بدء
المفاوضات السياسية في سوريا في أسرع وقت ممكن، وكذلك الوضع في ليبيا وأهمية توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهامها. في الشأن الليبي، نفت الحكومة الليبية المؤقتة عن وصول قوات أجنبية إلى الأراضي الليبية. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الحكومة تنفي قاطعاً وصول أي قوات أجنبية للأراضي الليبية، وأكد أيضا أن الحكومة الليبية المؤقتة لن تطلب أي تدخلات عسكرية من الخارج في الشأن الليبي، مشددا على اقتصار دور المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح قوات الجيش الليبي التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب. هذا وقد التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كابلر مع عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود الذي علق عضويته مؤقتا من المجلس اعتراضا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية. قال كوبلر اليوم إن الاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود كان جيدا لفهم موقفه، ولم يذكر كوبلر تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، لقي جندي بالجيش الليبي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحاور القتال المختلفة ببنغازي. وقال مصدر إن المستشفى استقبلت خلال اليومين الماضيين جثة أحد الجنود بالجيش جراء الاشتباكات بمحور سوق الحوت ووسط البلد بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي. قال التلفزيون السوري إن قوات موالية للحكومة انتزعت اليوم السيطرة على بلدة الربيعة آخر معقل استراتيجي للمعارضة المسلحة في محافظة اللاذقية الساحلية بغرب سوريا. جاء تقدم القوات الحكومية بدعم من ضربات جوية روسية وببعض توجيهات من ضباط روس، ما مهد الطريق أمام تقدم للقوات الموالية للحكومة حتى الحدود مع تركيا. في تقدم جديد تحرزه القوات السورية، قال التلفزيون السوري إن قوات موالية للحكومة انتزعت السيطرة على بلدة الربيعة من أيدي مقاتلي المعارضة المسلحة في محافظة اللاذقية غرب سوريا. وتقدمت القوات السورية بعد دعم من ضربات جوية روسية وتوجيهات من ضباط روس، مما مهد الطريق أمامها للتقدم حتى الحدود مع تركيا. وتعد بلدة الربيعة هي أهم قاعدة عسكرية في منطقة جبل التركمان في اللاذقية التي تقع على الحدود مع تركيا، كما أنها تعد ثاني أهم معقل للمقاتلين في ريف اللاذقية الشمالي بعد منطقة سلمة التي استعادتها القوات في 12 يناير، محققة أحد أكبر مكاسبها منذ التدخل الروسي في الحرب. وتدخلت موسكو في الحرب بسوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد في سبتمبر الماضي، وتركزت الغارة الجوية الروسية بالأساس في غرب البلاد في محاولة لاستعادة مكاسب حققتها المعارضة العام الماضي، وهددت المعاقل الساحلية التي يتركز فيها موالون للرئيس الأسد. وتقدمت قوات الجيش وحلفاؤه في الأشهر القليلة الماضية في محافظات اللاذقية وحلب ودرعا، لكن مقاتلي المعارضة تمكنوا من التقدم في مناطق أخرى منها محافظة حماة. هذا وتتواصل الخلافات حول تمثيل وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف والتي كان من المفترض أن تنطلق غدا. في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كاري أعضاء الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية برئاسة رياض حجاب خلال زيارته الحالية للسعودية. تناولت المباحثات التأكيد على ضرورة حضور المعارضة مفاوضات جنيف من أجل التوصل لحكومة وفاق وطني ضمن المرحلة الانتقالية المقبلة. في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كاري وجود تحالف وصداقة قوية بين واشنطن والرياض، وأن الاتفاق النووي الإيراني لن يؤثر على العلاقات الأمريكية السعودية، وأن البلدين سيعملان سويا لإنهاء الحرب في سوريا واليمن. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل إجبار في مؤتمر صحفي عقده في الرياض مع نظيره الأمريكي، أكد أن إيران لا تزال الراعية الرئيسية للإرهاب.
ملف الأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني، قضيتان حملهما معه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. مباحثات السلام المرتقبة في جنيف حول الأزمة السورية تصدرت مباحثات كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير. نحن واثقون من أنه بتوافر المبادرة الطيبة خلال يوم أو نحو ذلك فإنه سيمكن بدء تلك المحادثات، وسيجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا مع الأفراد على النحو الملائم لإجراء محادثات التقارب التي ستعقد أولى جلساتها في جنيف. كاري بحث كذلك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تطورات الأحداث على الساحة السورية، وكذلك أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. ولم تخفي الرياض مخاوفها عن وزير الخارجية الأمريكية حيال تقارب محتمل بين واشنطن وطهران، وذلك في أعقاب بدء تنفيذ الاتفاق الدولي في شأن برنامج إيران النووي. الجهود التي نقوم بها جميعها موجهة لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، وجزء كبير من تلك المساعي هو وقف الأفعال العدائية من جانب إيران في المنطقة. من جهته قال كاري إن بلاده تبقى قلقة إزاء بعض النشاطات التي تقوم بها إيران في المنطقة، خاصة لدعمها لمجموعات إرهابية في دول عربية. ومنذ دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، تزايدت مخاوف الدول الخليجية من تنامي النفوذ الإيراني وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية. حثت الإدارة الأمريكية كل الأطراف في اليمن على التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل لوقف لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام. قال متحدث باسم البيت الأبيض إن من المهم وقف كل الهجمات على موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر بشكل فوري لإتاحة الفرصة أمام وصول الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات الأساسية الأخرى لليمنيين في كل مناطق اليمن. هذا وقد فجر مسلحون في ساعة مبكرة من صباح اليوم مبنى أمن محافظة لحج جنوب اليمن. أفادت مصادر أمنية بوقوع انفجارين نجما عن قيام مسلحين بتلغيم هذا المبنى وبتفجيره في هجوم يرجح قيام عناصر تابعة لتنظيم القاعدة بارتكابه. وفي محافظة تعز قتل 27 شخصا وأصيب العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية خلال معارك مع قوات الجيش والمقاومة من جهة، وقصف طائرات التحالف العربي من جهة أخرى. وأكد المجلس العسكري اليمني بالمحافظة أن القوات الشرعية حققت تقدما في منطقة نجد قسيم، وقامت بتطهير المناطق المجاورة لها من عناصر الحوثيين. ونشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها ولكن بعد قليل. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس، وفلسطين تدين بشدة الهجمة الاستيطانية الممنهجة. وصلنا الآن في هذه البانوراما الإخبارية لأهم أخبار المال والأعمال بصحبة حسام الدين عاطف. إليك حسام، مرحبا. شكرا دينا، مرحبا بك وشكرا لك ريام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقة اقتصادية جديدة أهم ما فيها. البورصة المصرية تربح نحو 6 مليارات جنيه ومؤشرها يرتفع أكثر من 3% بمستهل تعاملات الأسبوع الجديد.
بكم من جديد. نبدأ مع البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية وسط تفاؤل مع تعافي أسواق المال العالمية وأسعار النفط. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.8 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 386.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت بالمليار وثلاثة من عشرة من المليار. هذا وانتقل القفزات الكبرى إلى منطقة الخليج التي غلب على أداء بورصاتها الارتفاعات القوية وسط انتعاش للبورصات الرئيسية في السعودية ودبي وقطر. ولم يخرج عن موجة الارتفاع سوى بورصة البحرين بخسائر لم تتجاوز 64%. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 11.8% ليصل إلى 34.6 مليار جنيه مقابل 38.74 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه. وأوضح الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.2% لتبلغ 13.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2015 مرجعنا السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة. وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 8.1% لتسجل 47.26 مليار جنيه بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع. خفض خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المسمى إيجاس من توقعات الشركة لفاتورة استيراد مصر للغاز خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 2.75 إلى 3 مليارات دولار. وأرجع عبد البديع هذا التخفيض إلى الهبوط القياسي الجاري في أسعار النفط على مستوى العالم. يأتي هذا في الحين أكدت وزارة البترول انتظامها في الوفاء بالتزاماتها المالية في تعاملاتها التجارية. ونفت الوزارة ما أثير عن وجود أي تأخير في سداد مستحقات الشركات العالمية حيث تم سداد جميع قيم الشحنات 54 من الغاز التي استوردتها مصر خلال العام الجاري. أعلنت مؤسسة مودز للتصنيفات الائتمانية وضع نحو 32 شركة نفط وغاز طبيعي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أيضا تحت تقييم والمراجعة مع احتمال تخفيض تصنيفها الائتماني بسبب هبوط أسعار النفط على مستوى العالم. وخفضت مودز توقعاتها لأسعار النفط بسبب استمرار تخمة المعروض في أسواق الخام بالإضافة إلى محدودية الطلب وخصوصا مع إضافة حصة إيران إلى السوق متوقعة في الوقت ذاته تعافي الأسعار على المدى المتوسط ولكن بصورة أبطأ مما تتوقعه العديد من الشركات. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية بالإضافة إلى التهديد بانهيار اتفاق حرية التنقل بين دول الشنغن نتيجة ضغط المهاجرين. ودعت لاغارد للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه أن يضمن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي من أجل صالح وخير الاقتصادات الأوروبية والعالمية. وتوقعت لاغارد تحسن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.4% ارتفاعا عن 3.1% في عام 2015. ومشاهدينا الكرام كانت هذه مجموعة من أخبارنا الاقتصادية. عودة إلى أخبارنا السياسية مع دينا أبو الفتوح وريهام الديب. تفضل. شكرا لك. شكرا حسام. وما زلنا نتواصل مع حضراتكم حيث استشهد شاب فلسطيني على مدخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديش شرق القدس المحتلة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تسلم جثمان الشهيد محمد نبيل حلبية الذي يبلغ من العمر 17 عاما مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمهم من الوصول لهذا المصاب وقت حدوث هذا الحادث.
هذا وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية الممنهجة في أرض دولة فلسطين، خاصة ما تتعرض له البلدة القديمة في مدينة الخليل، والتي كان من آخرها اقتحام المستوطنين لمنزلين والسيطرة عليها بالقوة تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وقد اعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم عودة المستوطنين إلى منازلهم كمحاولة واهية ومكشوفة كحلقة في مسلسل التهويد التدريجي للبلدة القديمة في الخليل. وقد دعت الوزارة إلى إعادة تقييم مقاربته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإلزام إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. ونشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها، ولكن بعد قليل. خبراء الأرصاد يتوقعون غدا الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط أمطار غزيرة على أغلب أنحاء البلاد. خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر غدا الاثنين حالة عدم الاستقرار في الطقس، حيث تصل الصغرى بالقاهرة إلى 5 درجات. تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والطقس الشديد على الوجهة البحرية والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أنحاء كافة، ما يزيد من الإحساس بشدة البرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. ونهاية هذه الفترة الإخبارية الشاملة تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء خلال أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. خلال كلمته بمناسبة ذكرى 5 لثورة يناير، السيسي يؤكد أن مصر تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. لجنة التحفظ على أموال الإخوان تعلن العثور على مستندات ووثائق تؤكد قيام الجماعة الإرهابية بإخوانة أجهزة الدولة. بدعم من الطائرات الروسية، الجيش السوري يسيطر على آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في ريف اللاذقية. مقتل نحو 30 من عناصر الميليشيات الحوثية في اليمن، والبيت الأبيض يحث أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.